المحور الأول، ما هي المعرفة؟ فعندما يطرح هذا السؤال، ما هي المعرفة؟ هنا نطرح هذا التعريف من كتاب الفلسفة الحديثة لكريم متى، صفحة 23. المعرفة هي الإدراك المتقوم بثلاثة عناصر. الفيلسوف النمساوي مينونيك عرف المعرفة بأنها الإدراك المتقوم بثلاثة عناصر: فعل الفكر، والمحتوى للفكر، والموضوع. العنصر الأول أن يقوم الذهن برسم صورة، هذا ما يسمى بفعل الفكر. العنصر الثاني، ما هو محتوى الصورة؟ ما هي صفات الصورة؟ هذا عنصر ثاني دخيل في تكون المعرفة. قد تتضح الصفات تفصيلا، وقد لا تتضح إلا إجمالا. قد يتصور الإنسان كتابا أو مقالا بشكل تفصيلي، وقد يتصوره بشكل إجمالي. فالعنصر الثاني وهو المحتوى قد ينكشف إجمالا وقد ينكشف تفصيلا. العنصر الثالث الموضوع، أي مطابق هذا الفكر. هل أن وراء هذه الصورة التي ارتسمت في ذهن الإنسان، هل وراءها شيء في الخارج أم لا؟ مثلا قد يتنبأ الإنسان بشيء يحدث بعد سنة، بعد شهر، وقد لا يكون تنبؤه مصيبا، فهو قد حصل على العنصرين الأولين وهما فعل الفكر والمحتوى، ولكن العنصر الثالث وهو الموضوع لم يحصل، لأنه تبين أن الصورة لا وجود لها، وأن ما تنبأ به لم يتطابق مع عالم الواقع الخارجي. إذن إذا اجتمعت العناصر الثلاثة، فعل الذهن أو فعل الفكر والمحتوى للفكر والموضوع الخارجي، تكونت ما نعبر عنه بالمعرفة.